رقابه بشان عام. دلوقتي لكن النيابه العامه زي ما حضرتك بتقول طلبت من النقابه عندكم تجري تحقيقا تاديبيا مش كده؟ بالظبط. ضد الطبيب اللي كان بيعالج الراحل الاستاذ وائل الابراشي. بالظبط. هي مش ضد، هي اتخاذ اجراءات يا فندم. ما هو ان اجراءات التحقيق لا تعني الادانه ولا التبرئه. يعني النيابه بتقول لنا امشوا في الاجراءات، هل الاجراءات دي عندنا اللي متبعه فيها طبقا للقانون في لجنه تحقيق فيها عضو قضائي من هيئه النيابه الاداريه. اذا حققت ورفقت ان في ادانه للطبيب بيتم احاله الموضوع لحاجه اسمها الهيئه التاديبيه في النقابه. منها مستشار آخر من مجلس الدولة وعضوين آخرين من مجلس النقابة. بتقر العقوبة والطبيب بيستأنف في محكمة الاستئناف في دار القضاء. دي منصة قضاء كاملة بدون تدخل أطباء، بيبقى فيها مستشار رئيس وعضوين من القضاء يمين ويسار بيقروا إدانة الطبيب تأديبيا أو براءته تأديبيا. طيب إذا ثبت إحنا بنقول إذا ثبت إدانة، العقوبات عندكم متدرجة حتى فين؟ العقوبات بتتدرج تأديب. عقوبات التأديب من اللوم حتى الشطب من سجلات النقابة نهائيا. نعم تمام. بس انا عايز لكن اوضح معنى، معلش وضح لي يا دكتور احمد. معلش اللي جالكم من النيابة ده معناه ان النيابة اغلقت التحقيقات ولا بناء على طلب منكم فبعتتكم يعني عملت ايه في القضية؟ لا يا فندم، احنا بعتنا للنيابة من فترة ولسه رد اول امبارح والقرار واضح، الاحاطه واضحه بالتصرف. يعني ان هي استبعدت تماما شبهه الجنائيه. نعم تمام. لكن لما تقول حققوا او اجروا تحقيقات معناه ان الطبيب مدان، والا كانت النيابه ولا ايه تفسير حضرتك الكلام؟ لا يا فندم. لان النيابه العامه زي ما متعارف عند القضايين، لما النيابه العامه هي اعلى سلطه في التحقيقات، لما بتفتح موضوع تحقيق في موضوع ما بيجمد او بيغلق التحقيقات في الجهات الاخرى سواء جهات اداريه او تاديبيه الى حين البت، لان ده بيتدرج عليها عقوبات اخرى. لما يدان بشبهه جنائيه يبقى برضو انا في منظور للجنه التحقيق في التاديبيه بناء على النيابه العامه، على راي النيابه العامه. لما انتوا كنقابه اجراءات التاديب بتتم ازاي؟ وهل اخترتوا الطبيب نفسه باجراءات التاديب ولا لسه؟ اجراءات التحقيق طبعا اخطر واتفتح معاه تحقيق سواء الطبيب اللي مشكو في حقه من اسره الاعلامي وائل الابراشي او سواء الطبيب اللي مشكو في حقه من نفس الطبيب. تمام. واجرى جلسات تحقيق مع الطرفين. انا الحقيقه كعضو احنا ما بنتدخلش في لجنه التحقيق، ما اعرفش التفاصيل، لكن اؤكد ان هو تم جلسات تحقيق مع الاثنين وستستكمل بناء على رد او احاطه النائب العام بالملف او القضيه في النيابه العامه. طب معلش انا اسف، حضرتك وضح لي بس الجزئيه اللي جات من النيابه تحديدا فيما يتعلق بالطبيب، قالت ايه بالظبط النقابه تعمل ايه مع الطبيب؟ يعني لو العنوان ده واضح عند حضرتك. يا فندم، نصا احنا نشرناه على فكره نصا بدون اجتزاء، نصا ان السيد نقيب الاطباء بالاشاره الى كتابكم حول القضيه رقم كذا بالمصاره ببلاغ اسره الاعلامي الراحل وائل الابراشي، نحيطكم بقرار النيابه بالتصرف باستبعاد شبهه جريمتي الاهمال الطبي ومخالفه قانون الابحاث الاكلينيكيه ومع اتخاذ اجراءات المحاكمه التاديبيه ضد الطبيب ومذكوره اسمه. تمام. ونقطه لمخالفه بروتوكول وزاره الصحه في فيروس كورونا ونقطه. طيب ده ما هو هنا النيابه بتقول زي ما حضرتك بتقول اتخاذ المحاكمه التاديبيه ضد الطبيب عشان مخالفه، فهنا اجراءات فهنا النيابه رأت انه ما هو النيابه لو ما شافتش انه في حاجه حصلت ما كانتش قالت لكم خدوا الاجراءات كنقابه يعني. النيابه العامه بتحكم في الشق الجنائي والا كانت اصدرت حكمها في الشق التاديبي. هي لا تعمل في الشق التاديبي، وعشان كده هي مختصه بالجنائي. بالظبط. التاديبي انتوا كنقابه اللي تعملوه. بالظبط. تمام. لو هي النيابه في هذه الاحاطه اصدرت يبقى قالت خلاص حولوه بقى للمحاكمه مش لاجراءات المحاكمه. تفرق يا استاذ احمد، النيابه العامه ما انا عايز حضرتك تشرح لي، عايز تشرح لي.
لا يمكن تخالف القانون. النيابه العامه لا تعمل في الشؤون التاديبيه لما بتحقق في شق وبتقفله جنائي وترتقي ان هو محتاج يتحقق فيه اداريا او تاديبيا بتحيله للجهه سواء وزاره الصحه او نقابه الاطباء. نعم. واحنا سنتخذ الاجراءات وما عندناش ادنى مشكله في ادانه الطبيب او تبرئه الطبيب. النقابه تقوم المخطئ وتعاقب المهمل حضرتك وتدافع عن الحقيقة المظلوم. نعم. ده قوتنا. نعم. احنا ما عندناش مشكلة في ان طبيب يشتكي اخر او اسرة مواطن تشتكي طبيب. احنا مشكلة في تحامل او عدم مهنية هذه الوسيلة الاعلامية ان هي تعمم على جموع اطباء مصر بالاهمال وصفة القتل وتثير وتحرض ويعني وترعب المجتمع المصري من الاطباء. حقيقة ده اساءة لدولة لمصر كلها. دكتور احمد ما حدش يقدر يسيء للاطباء ولا جموع الاطباء. ممكن حضرتك ممكن تقول ايه زي ما حضرتك بتقول كده احنا لا نعمم يعني تتكلم على شخص على 2 على 10 ولكن في الاطباء احنا بنتكلم يعني الاطباء ودورهم والاطقم الطبيه ودورها كورونا وغير كورونا طول الوقت واحنا في الاخر كلنا زي ما بقول كده بندافع دايما عن المهنه وما اعتقدش انه حد ممكن يتهم الكل يعني ممكن نتكلم على حاله فرديه واحده للاسف بدلائل يا استاذ احمد ده اللي خلت النقابه يعني مش هتدخل في منازعه قضائيه الا ما يكون فعلا في ادله مثبته بصوت وصوره. واحنا تقدمنا على فكره ببلاغ للنائب العام وقمه الحياديه في النيابه العامه ان هي حتى اجلت تحريك بلاغ النقابه العامه ضد هذه الجريمه الى الجريده الى حين الانتهاء من التحقيق في بلاغ أسرة وائل الإعلام وائل الأبراشي. يعني أحيل بلاغ النقابة ضد هذه الجريدة إلى النيابة المختصة يوم 6 أكتوبر. أغلق التحقيق واستبعدت النيابة شبهة الجريمتين اللي قلت حضرتك عليهم يوم 3/7. فدي قمة الحيادية الحقيقة وتحري الدقة. يعني أنا فعلا بوجه بدون يعني مجاملة ولا مبالغ أنا بوجه التحية للنيابة العامة ومكتب النائب العام في التناول هذه القضايا الحقيقة بحيادية تامة بدون النظر لأي اعتبارات أخرى. دكتور أحمد حسين بشكرك شكرا جزيلا عضو مجلس نقابة الأطباء بشكرك وكان